الشيخ عيسى القرمين عضو مجلس الشعب الاسبق وايضا عضو جمعيه مجاهدي شمال سيناء وكلمتهم نيابه عن كلمه مشايخ محافظه شمال سيناء كامل. Thank you.
مثل التغير عندما قالت اننا قد اسرعنا في بناء الكوبري السلام. نعم انه لرباط الجيش ورباط المقدس ورباط يعني ما فيش بعده رباط، ولكن يربطه شيء واحد، طريقه الامن وطريقه التفتيش. اننا نستخدم على هذا الكوبري طريقه التفتيش من ايام محمد علي. التفتيش اليدوي يجب على راس هذا الكوبري المتطور، هذا الكوبري اليدوي، ان تكون هناك اليات الكترونيه على بوابه على رأس التعديه وعلى راس المجال. نعتقد بوابات الكترونيه تدخل فيها السياره، السياره هي جايبه تنزل، محتاج جايبه عدل على طول. اما تنزلها لسه بطريقه محمد علي الجديد، افتح كل جيبه، افتح الكابوس، ارفع الكوز، ارفع كذا. I'm done.